سيادنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناة مشاريع المغرب. أهلا وسهلا بكم بالمركب الرياضي محمد الخامس، وذلك تشوفوا معايا هذا كله مركب محمد الخامس، وبالأخص ستاد دونور، ملعب السعادة، ملعب الأفراح والمسرات، ملعب الأمجاد. إذن مشاهدينا الكرام، الأشغال متواصلة بملعب محمد الخامس مع فريق جيت كونتراكتور، وعملية تجديد هذا الملعب الملاحظ مشاهدينا الكرام، وهو تجديد لهذا الملعب، كيجددوه كامل بالكامل إن شاء الله، واللي غادي يصبح واحد الحلة صبرا جميل. أي حاجة خاصة شوية ديال الصبر إن شاء الله. فكما تبعتوا معنا الأشغال انطلقت منذ اليوم الأول إلى يومنا هذا، فالأشغال مستمرة من الداخل والخارج. فكما تبعتوا معنا الفيديوهات الأولى، غادي نشوفوا القدام، الواجهة، المدخل الرئيسي اللي كيتبنى له واحد البناية أنيقة وجميلة، وكذلك هنا أشغال ديال الجنبات أو المحيط في هذا المكان، المحيط الأشغال حتى هي الأشغال فيه على قدم وساق. إذن الواجهة كلها هنا غتبدل إن شاء الله، خدامين الداخل في الأرضية كذلك. حتى المداخل ديال الجمهور حتى هي كتغير ما شاء الله، كدار منصة جديدة، بوابات جدد، جميع المداخل كيتم التغيير ديالها. هنا كيتوجد المسبح الأولمبي التابع للمركب الرياضي محمد الخامس. إذا لا ديريكسيون ها هي هنا ديال المركب، إدارة بطبيعة الحال. المحيط ضح هاد الأونة الأخيرة دوروا هاد لي بارير، داروا هاد الكرياجات، حوطوه باش غيخدموا المحيط. وهنا قاعة الرياضات متعددة التخصصات. فهمت انا واحد القضية، هاد المكانة هادي كنتمنى من الله تعاود تدخل في شي تصميم وتندمج مع شي تصميم جديد ان شاء الله، يتحيد هاد الشكل الكلاسيك ودار شي يكونوا اشهار هنا، وشي لوحات اشهارية، ولا شي تلفازة ليد كبيرة، سواء من الداخل سواء من برا، تعود بالنفع الاشهار ان شاء الله. وهنا الديباناج، شي هاد الكازا هادي ما تنحملش نجي ليها، راه مشكلة ديال لامبونتياج، لامبونتياج مشكلة مشكلة عويصة، ما كاينش فين توقف، ولا مشيتي مع شي طريق ولا شي شارع، كيلومتر ولا جوج عاد باش ترجع. إذا شفتوا معايا مشاهدينا الكرام، التهيئة الشاملة ديال المحيط ديال الملعب، كله كيتعاود. باش نشوفوا واحد الملعب ديال التدريب هنا، وبعض الأندية كاينين هنا، نشوفهم هنا واقيلا تا هما كيتعاودوا. فعلا هنا الأندية مشاهدينا الكرام، ملاعب ديال التدريب تا هما كيتعاودوا من جديد اليوم في الأرضية. أوه داك الشيء غيكون طالع نيو، غنعاود من الأول. شتو العشب مكاينش، كلشي تقلع، كلشي تحيد. إذا المشاهدين الكرام، غادي تشوفوا معايا تقدم الأشغال في الواجهة ديال المدخل الرئيسي لملعب ستاد دونور أمامكم مشاهدينا الكرام.
لاحظوا معي مشاهدينا الكرام إعادة البنية التحتية بصفة عامة لملعب التدريب. إذن كيف ما كتلاحظوا معي مشاهدينا الكرام، الواجهة الغربية أو المدخل الرئيسي لملعب محمد الخامس ستاد دونور، الواجهة لاحظوا معي كيبنيو بنايات عبارة عن مدخل غادي يكون مزود بتكنولوجيا متطورة مزود بقاعات لاستقبال للضيوف والإدارة أيضا ومكاتب ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، هيا علي بطل فلي، هيا جرين دايزر دايسكي، الرزة المزدوجة، الصحن الدوار، دوفليد جرين دايزر انطلق. يا سلام يا سلام يا سلام على الزمن الجميل، الجيل الذهبي اللي ما دوش صراحة، اللي ما لعبش وما حباش وما تكربش في التراب والرملة والترومبية والبي وحفيرة وغميضة، وما لعبش في الرملة والتراب وجا حالته وكلا العصا باش يغسل رجليه. الزمن الجميل، الزمن الذهبي، الجيل الذهبي، جيل بيل سيباستيان، الجيل اللي كان كله أخلاق وحشمة ووقار، ما كانش كيعرف بوكيمون، ما كانش كيعرف تيك توك، ما كانش كيعرف فيسبوك، ما كانش كيعرف يوتيوب، ما كانش جيل فقط ديال الاخلاق والتربيه والحشمه والوقار، وتربينا بين الافراد والاسره والعائله، كانت خصتنا شي حاجه كنمشيو للجيران ناكلو ونشربو. اليوم سير دق على جارك الى ما يدير لك، حول دارك. بالنسبة للواجهة فتقال عليها قيل والقال، فقناة مشاريع كالعادة ما كنتسرعوش، كنتظروا حتى نشوفوا النتيجة النهائية. هذا داروه ما عرفناه واش تيست او لا باش يشوفوا الجديد ديالو او لا كي غيكون كي غيطلع، فعلى اي حال ما ندخلوش في التفاصيل ديالو، واش قطعة قماش، واش بلاستيك، واش حديد، واش ألمنيوم، واش واش واش، على اي حال كنتمناو انه هذا الشكل هذا ما عرفناش كيفاش غادي يتناسق مع بعضه، ما عرفناش كيفاش غادي يتحط، يعني واش بلاستيك هذا باش، هذا الباش هذا كيتسمى باش، ولكن كيفاش غادي يتحمل الرياح القويه والامطار و ما عرفتش، حبذا لو يكون من الفولاذ او الحديد
على اي حال حنا دابا ما غادي نقولوا حتى شي كلمه حتى نشوفوا، لانه حنا الناس ديال كازا، الجماهير ديال كازا كتسنى شي حاجه طوب. ما نقدروا نقولوا حتى شي حاجه مشاهدينا الكرام، فقط لاحظوا معايا التهيئه الشامله لمحيط الملعب من جميع الجهات. اللهم بارك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.